الحمام بيرجع ريحة الفم كريهة، بيرجع مية سخنة. الحوصلة منتفخة بالماء، الحوصلة منتفخة بالهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع النهاردة اللي هو الحمام اللي بيرجع، أو الحمام حصلته منتفخة بالمية أو بالهواء. هنعمل ايه؟ اول حاجة نعملها استبعاد المصاب طبعا وعزله في مكان منعزل. خلي بالك قد يكون السبب حبة فول، قد يكون السبب حبة فول وتعفنت في حصلة الزغلول او في حصلة الفرد وهي اللي عاملة كده، او تراكم الاكل على الاكل. انت بتأكل الحمام حضرتك كتير، الاكل بيفيض قدام الحمام، الحمام شبع بزيادة عن اللازم. حلها اول حاجة ان انت تجوع الحمام، لازم تجوع الحمام اول او تحاول تخرج الاكل اللي هو المتعفن في حصلة الحمام. لكن برضو هنشوف السبب الحقيقي ايه. لكن ايه السبب؟ السبب بكتيريا تعيش على الهواء وهي تنفخ الحوصلة بالهواء، ده اذا كانت في حالة انتفاخ الحوصلة بالهواء. اما اذا كانت الحصلة ممتلئة بالهواء بالماء، برضو تبقى بكتيريا بتحب الماء، بتعيش في الماء، فهي عشان كده الحصلة بتمتلئ بالماء. يبقى كده بكتيريا وكده بكتيريا، لذلك الحوصلة تمتلئ بالماء. قد يكون في الحوصلة كنكر داخلي، كنكر داخلي مش ظاهر، اللي بتشوف حضرتك في حلق الزغلول او في حلق الحمامة. في كل هذه الحالات العلاج واحد. طيب هنشوف ايه العلاج في الحالات دي كلها. احنا قلنا بسرعة على الاسباب وانك ازاي تتجنبها. طيب العلاج ايه؟ احنا معانا اللتر بتاع المية بتاعنا اللي احنا عارفينه، ده المسقة دي، لتر المية بتاخد لتر واحد ماء. طيب ايه العلاج مع النهاردة؟ هنشوف هنعمل ايه. احنا معانا امريزول او فلاجيل، يعني الموجود انا عندي دلوقتي امريزول، معانا كمان غير امريزول لمضاد السموم اللي انا دايما بشتريه المستورد اللي انا بشتريه، كنت قبل كده بشتري النوع ده، النوع ده برضه ممتاز لكن قد ما تلاقيهوش. احنا بنقول كل الخيارات علشان اللي ما عندوش ده، اللي ما يلاقيش ده نوع المستورد، وده نوع بسيب لكم اسمه في اول تعليق، وده نوع تاني كنت بستخدمه قبل كده. اللي ما يلاقيش الانواع دي يبقى تالت شيء، لكن هو بالترتيب كده، ده الاول ده التاني، تمام. خلي التفاح التالت، خلي التفاح، تمام. يبقى وان ما كانش خلي تفاح يبقى خلي ابيض، الخيار الرابع اخر حاجة. طيب احنا معانا زغلولين مليانين بالهواء بالمية او بالهواء يعني عموما. تعمل ايه بداية العلاج؟ هنجيب اناء زي كده، هو اللي معايا، الحالات اللي معايا مليانة مية. هنعمل ايه في المية دي؟ نبعد كل حاجة عشان ما تتلوث بالمية اللي هنخرجها من حصلة الزغليل. طيب ادي معانا زغلول اهو، شوف حضرتك لو جيت تلمسه هتلاقي المية بترجع، شوف ازاي المية بترجع منه ايه، خلاص. وهتلاقي المية ريحتها كريهة، تلاقي المية ريحتها كريهة. يبقى هتعمل ايه؟ هنحاول نفضي المية، المية ريحتها وحشة وسخنة. يبقى هنعمل ايه؟ هتلاقي الفرد بيطلع المية، نقوم احنا نفضي المية دي زي ما حضرتك شايف كده، بنرجع المية كده، المية الوحشة دي، تمام، فضها تماما. وهنقول لك نعمل ايه، وننزل معها الاكل المتعفن او المتخمر يبقى افضل. يعني حاول تضغط بسرعة كده اهو، شوف الاكل بينزل ازاي اهو، بيفضل اكل بالمية كده. فضينا الحصلة كأننا بنغسل، بنعمل له غسيل معدة يا جماعة، ده غسيل معدة اهو، شوف حضرتك عزك الله، شوف المية نازلة عاملة ازاي، مية سودة اهي. طيب نفضي الفرد الزغلول التاني كمان، زغلول تاني نفس الحالة اهو، نفضي المية، فضينا المية بسرعة تماما اهو،
سهله يا جماعه، بتضغط على الحصله كده وانت كافي الزغلول كده لقدام، هتقوم الميه او الحمام عموما سواء في ميه او في هواء فضي تماما تماما اهو كده. بننظف الحوصله. هقول لك حضرتك نعمل ايه، مش كفايه هنستبعد دي بعيد، الحمام ما يلعبش فيها. واغسل ايدينا، اغسل ايديا من الميه اللي الميه اللي مش نظيفه دي. طيب نبدا نجيب الميه بتاعتنا اللي هنعمل فيها العلاج. طب هنستخدم العلاج اللي احنا شفناه في اول الفيديو ده ازاي؟ اهو يا جماعه ده امريزول، هنجيب منه 5 سنتي، حطهم على لتر الميه، 5 سنتي على لتر الميه اهو، 5 سنتي في الجل نحطهم على لتر الميه بتاعنا تمام. واي مضاد سموم بقى عند حضرتك، اي مضاد سموم. انا هستخدم المره دي خل التفاح، عشان اللي هيقول لي مش موجود عندنا ده، انا هستخدم المره دي خل التفاح اهو، استخداماته كتير استخدمناه قبل كده، مضاد منه مضاد سموم، هو بمضاد سموم. هنحط حوالي برضو 5 سنتي تمام اهو، حطينا 5 سنتي خل تفاح. هنقلب الميه جيدا، نقلب الميه جيدا، لسه ما تمشيش، لسه هنعمل غسيل ماده تاني للحمام يا جماعه بالماده دي، هنعمله بالمحلول ده غسيل ماده مره تانيه اهو. قلبنا الميه. طيب هنعمل ايه علشان مش هنبوظ الكميه كلها؟ هناخد حبه هنا، خدنا دول عشان نعمل بهم الغسيل المعده تمام، خدنا الكميه دي هنسحب منها اهو كميه الميه اللي احنا سحبناها بالمحلول بتاعنا اللي فيه الدواء، نسحب بالسرنجه الكبيره دي يا جماعه اهو، شوف السرنجه الكبيره اللي انا دايما بعمل بها، لكن ما تستخدمهاش تاني لحمام تاني بعد كده، دي انا هخليها لدول، هعمل الموضوع ده هعطيهم الدواء ده 3 ايام، لكن انا هعمل الغسيل ده اول يوم بس. ملت دي خلاص بالميه اللي بالدواء ده بالظبط الكميه اللي حطيناها خلصت. ناتي الزغلول التاني اللي هو مفضيين منه الاكل والميه لسه دلوقتي اهوت، نديله كده تمام، ملينا الحصله بالميه اللي فيها المحلول. نغسل العلبه الاولانيه اللي احنا بنفضي فيها، هنفضي الميه دي تاني زي ما اتفقنا، ده اسمه غسيل معده. غسيل معده يبقى ننضف الحوصله، نطهرها تماما من البكتيريا، نفضي الميه دي تاني اهو يا جماعه، شفت ازاي اهو بنفضي لسه بيطلع تاني اهو. طبعا الخل ده حامض او مضاد سموم، البكتيريا ما بتعيش مع الاحماض دي يا جماعه، البكتيريا مش بتعيش مع الحاجات الحامض ده، ده ميزه الخل، لذلك هو قاتل للبكتيريا. خل او مضاد السموم عموما. شوف نزل تاني في اكل برضه، نبعده بعيد ونغسل خلاص، ما قلناش عايزين دي نبقى نغسلها خلاص. طيب خلصنا غسلنا المادة، هنستبعد دي اللي كان فيها الدواء ونجيب الدواء الاساسي بتاعنا اللي احنا اخدين منه، اللي احنا حطينا عليه 5 سنتي من مضاد السموم ايا كان او خل التفاح على الامريزول تمام. هنعطي سرنجة كبيرة من دي بحوالي 10 سنتي، نسقي الزغلول نشبعه. انا بعطي بسرنجة تانية نضيفة اهو يا جماعة، اسقي بالسرنجة النضيفة خلاص، يبقى كده اعطيه سرنجتين، اعطيه 3 سرنجة، ده 10 سنتي، انا اعطيه 3 سرنجات وكده تمام، يكون خلصنا موضوع غسيل المعدة. طيب هتعمل ايه بقى حضرتك بقى كل يوم؟ مش كده كفايه بس، انت هتحط للحمام جماعي، لو عندك حمام جماعي هتعطي للحمام جماعي سنتي على اللتر من مضاد السموم او الخل التفاح، سنتي على اللتر
مضاد السموم افضل يا جماعه. يعني مضاد السموم ده لو هتاخد سنت على اللتر يبقى هتاتي من ده زي ما قلنا، انا اسف، هتاخد من ده 5 سنتي خل التفاح او اي مضاد سموم تاني. يبقى المضاد السموم الغالي ده سنتي بس مع 5 سنتي فلاجيل، تحطهم للحمام جماعي يسقي الحمام كله. اما باقي الزغلول اللي احنا عملنا لها غسيل معده دي هناتي كل زغلول سنتي فلاجيل لمده 2 يومين كمان، يبقى 3 ايام. تمام كده يكون خلصنا موضوع النهارده، غسيل معده للحمام لعلاج الكنكر وانتفاخ الحوصله بالماء او بالهواء للحمام او الزغليل اللي بترجع بالماء او الهواء. ارجو ان يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.